بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. السادة الحضور، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء أود أن أوجه الشكر الخالص إلى أخي فهد والإخوة القائمين على هذا المؤتمر، هذا المؤتمر الذي يحمل عنوان قريبا وعزيزا على قلوبنا جميعا، وهي وحدة الخليج والجزيرة العربية. ويأتي هذا المؤتمر في وقت نحتفل فيه في الكويت في هذا العام 2011، نحتفل فيه في ثلاثة مناسبات. المناسبة الأولى وهو مرور 50 عام على استقلال الكويت، والمناسبة الثانية هي مرور 20 عام على تحرير الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم، والمناسبة الثالثة وهي مرور 30 عام على ولادة مجلس التعاون الخليجي الذي ولد في عام 1981، وهذه الذكرى 30. فلذلك أتت هذه المبادرة في عقد هذا المؤتمر في هذا العنوان في هذه السنة كي نحتفل في هذه الأمور الثلاثة. فبارك الله فيكم أخ فهد، وبارك في إخوانك الذين عملوا جاهدين إن شاء الله لإنجاح هذا المؤتمر، والذي سيحاكي، وأنا لا شك وواثق بأنه سيحاكي مستقبل أبناء أمتنا وأبناء بلدنا. نحن نحتفل ونحن في نفس الوقت مدركين بما يدور حولنا وفي عالمنا الأوسع وهو الأمة العربية من تحديات ومن إحباط شديد ومن مخاطر تحيك وتحيط في أمتنا العربية. دول تتمزق، شعوب تنتفض، طوائف تتصارع، وحقوق تضيع، ويقف المواطن العربي على هضبة من التاريخ ويتساءل هل بإمكان هذا النظام أن يحاكي معاناتي، معاناتي في معيشتي، في رزقي، في صحتي، في تعليمي، في مستقبلي؟ هل بإمكان هذا النظام أن يوفر الحياة الكريمة والكرامة الإنسانية للمواطن العربي؟ هذه الأسئلة أيتها الأخوة، الأسئلة الحرجة، الأسئلة الوجودية، هي قائمة وماثلة في جميع اللقاءات التي يجتمع بها قادتنا، قادة دول مجلس التعاون بارك الله بهم. هذه أسئلة تراودهم بشكل مستمر، وممكن تلخيصها في سؤال واحد: كيف نحافظ بل نعزز أمن ورفاه وهوية شعبنا الخليجي؟ هذا ما نحن، وأنا أقول هذا الكلام من موقع مسؤولية وأراه بأم عيني في جميع اجتماعات قادتنا، بأن كيف نحافظ على هذا الكيان ونسانده ونقويه كي يصمد بوجه التحديات. ونحن نجتمع في هذه الندوة التي تضم مجموعة خيرة من أبناء الوطن الخليجي الكبير، ومن دول مجلس التعاون، ومن أصدقائنا في اليمن، ونحن مدركون بأن الأوراق التي ستقدم والأوراق التي سيتم البحث فيها ستأخذ أبعادا فكرية، نأمل بأن نستفيد منها نحن كواضعين السياسات، وأن نحاكي بعضنا البعض فيما يواجهنا من تحديات في المستقبل. ولذلك وبضمن هذا الإطار، بالإطار الفكري الذي تطرح فيه القضايا في هذه الندوة، أود أن أطرح على إخواني المحاورون والباحثون أن ثلاثة متغيرات كونية كما أراها، ونحن في دول مجلس التعاون نعد الخطط لمواجهة التحديات. هناك ثلاثة متغيرات كونية وأساسية لم تكن موجودة خلال 30 عام منذ ولادة مجلس التعاون. التغير الأول وهو التغير في محورية القوى الدولية. منذ الحرب العالمية الثانية حقيقة، والعالم
دخل في نظام ثنائي القطبية، الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد السوفيتي، واستمر هذا النظام نظام الثنائي القطبية من 45 إلى سقوط حائط مدريد، سقوط حائط برلين. وبسقوط هذا الحائط انتقلنا من نظام ثنائي القطبية إلى نظام الأحادي القطبية، وسادت الولايات المتحدة منذ ذاك العام بالعام 91 إلى عامنا هذا. ولكن الآن نرى أن هذا نظام أحادي القطبية أصبح لا يستطيع أن يستمر، بل نرى أن بوادر لأن العالم يدخل في نظام المتعدد القطبية، نراه بثلاثة شواهد حديثة. الشاهد الأول وهو أن الصين، هذه الدولة، هذا التنين الصيني بدأ ينمو وأصبح لديه يد قوية على مقود قيادة العالم، كما نرى أن الولايات المتحدة وأوباما، الرئيس أوباما، ومن الهند أعلن بأن الولايات المتحدة ستدعم دخول الهند كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهذا تغير جذري في مفهوم القيادة العالمية. بل نفتخر ونعتز بأن العالم أدرك القوة الاقتصادية الكبرى لدى بعض دولنا، والأخص المملكة العربية السعودية عندما تم دعوتها بأن تكون جزء من المجموعة العشرين أو كما تسمى الجي 20، وبأن تصيغ وتساهم في صياغة المستقبل الاقتصادي للعالم. فلذلك بدأنا نرى هذا التحول من الثنائي إلى أحادي القطبية إلى الآن متعدد القطبية. كيف نحن في دول مجلس التعاون ممكن نصيغ سياساتنا كي نستفيد من هذا التحول في محورية القرار الدولي؟ هذا المتغير الأول. الأمر الآخر الثاني وهو التغير في مفهوم الأمن القومي والخطر الوجودي. بالسابق منذ 30 عام عندما نعقد مؤتمراتنا، وظافر يعرف هذا الأمور لأنه متخصص في هذا الأمر، كنا دائما نتكلم عن الخطر الوجودي وهو الصراع النووي، الصراع العسكري، أن تقوم حرب نووية ما بين الدولتين الكبريتين في العالم وينفني البشر أو تنتهي الحياة كما نعرفها. ولكن هذا بدأنا تتغير المفاهيم لمفهوم الخطر الوجودي. أصبحت الاجتماعات أو المخاطر الآن التي تعرض الدول ليس بالصراع النووي فحسب، بل بدأ تظهر عندنا قضايا متعلقة في الصراع المذهبي والطائفي والعرقي كما نراه في دول، بل يعني نادرا ما يعقد مؤتمر دولي حول الأمن ولا نتحدث عن الخطر البيئي الذي ممكن أن يكون هو خطر وجودي على دول. نحن نعرف أن بعد 30 عام أو 40 عام دولة إسلامية ستختفي من الوجود، وهي جزر المالديف، وهي دولة إسلامية ستغرق تحت البحر نتيجة لارتفاع مستوى المياه وكما يسمى التغير المناخي. ونحن لدينا في الكويت هاجس كبير كذلك من مفاعل النووي الإيراني إذا لا قدر الله بدأ يعمل وأصبحت هناك في مشكلة أو صارت في خلل في هذا المفاعل ونتج عنه كارثة كما حصل في أوكرانيا في مفاعل شيرنوبل. ماذا سيكون الوضع لدينا؟ ستدمر بيئتنا البحرية وسيسمم البحر ويصبح الخطر علينا خطر كوني، وهذا هو من ضمن الأمور التحدي البيئي أو المخاطر البيئية. كذلك نرى أن من ضمن الأمور بالمفاهيم الخطر على الدول مفاهيم مثل الأمراض والعياذ بالله الإيدز والملاريا، وكذلك كما يسمى الآن الإرهاب وهي الحرب الغير تقليدية. هذه كلها تغير في المفاهيم، ما هو الخطر الوجودي وما هو مفهوم الأمن القومي، والذي الآن يأخذ صيغة لم يأخذها في قبل 30 عام، وهذا مفهوم جديد. الأمر التغير الثالث وهو متعلق في التغير الديمغرافي والخطر على الهوية. نحن في دول مجلس التعاون أصبحنا أقليات في بلدنا نتيجة الاستخدام المفرط والاستيراد المفرط للعمالة الوافدة، ولكن هذا قد يمثل خطر أمني وليس خطر على الهوية. ولكن عندما
ننظر إلى الأرقام وننظر إلى ما هي نسبة العمالة العربية في العمالة الوافدة، نراها انخفضت من 72% من عام 1975 انخفضت من 72% من العمالة الوافدة عمالة عربية إلى 32% في 2005، انخفاض رهيب خلال 30 عام، وهذا بلا شك سيمثل تحدي ثقافي على هويتنا الإسلامية وهويتنا العربية، وهذا يستدعي منا جميعا ونحن نناقش قضية وحدتنا الوحدة الخليجية، نناقش كيف بإمكاننا أن نضع السياسات التي تواجه هذا الخطر على الهوية الإسلامية والعربية في بيئتنا الخليجية الواسعة. إخواني، أنا طلب مني أن أقول كلمة افتتاحية وترحيبية، ولكنني لأن بوجود هذا التواجد الفكري في هذه القاعة حبيت أن أتشارك معكم ببعض الأفكار والهواجس التي تراودنا نحن المسؤولون في مجلس التعاون، وأن تساعدونا وتعينونا في بلورة وصياغة مستقبل أفضل لبلادنا ولشعوبنا. وبالختام أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، وأتمنى لمؤتمركم هذا أن يوفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وأن يكون داعم ومساند للعمل الرسمي. نريد المزيد من هذه المؤتمرات، وليكن هناك الأفكار التي قد لا نكون جميعنا متفقين عليها، ولكن لا يضر بأن تكون المناقشات مفتوحة، لأن لا يمكن أن بهذه الوجوه الصادقة المؤمنة في وحدتنا الخليجية أن لا يكون هناك في رأي منطلق من قلب صادق. ولذلك أخوي فهد، أنا أريد أن أختم بما قاله جدك شاعرنا مرشد البذال الله يرحمه، لوالدي الله يرحمه، واللي قال فيه: من لا يعرف الحق ما له ضمير. قال يا أبو سالم: من لا يعرف الحق ما له ضمير، ميرب العفو منكم والسموحة شمامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.